السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين بخير؟ سمحوا لينا غيبنا عليكم واحد مدة طويلة، كانوا شي التزامات وشي ظروف. نتمنى كل شي يكون بخير والله يرحمنا بالشتا، ان شاء الله يكون موسم فلاحي مزيان. سيدي اليوم جينا نهضروا على واحد الموضوع مزيان، اللي هو تربية ديال النعجة. هو من بين افضل المشاريع، ولكن كل مشروع عنده القواعد ديالو، ماشي غتجي وتاح ليه. اول حاجه فيما يخص الاعلاف، ضروري الانسان تكون عنده واحد البركه، بيكون صراحه باش يجهز واحد الهكتار ديال الذره، يكون عنده واحد الهكتار يديرها تاهي في الصا، ما خصو تاخير. ديك الساعه النعجه ديما واكله، كتاكل الذره اللي كتنتجها، وكتاكل حتى داك البقايا اللي كتحصد الذرة، كتاكل البقايا. قلنا لكم كتاكل البقايا ديال الحصاد، والنعجة يعني هكتار ديال الذرة وهكتار ديال الفصة. عندك 50 حتى 60 نعجة غيعيشو لك مزيان. يعني النعجة اللي كتكون عندك ديما تكون مهلية، ماشي انا عندي هكتار وعندي 300 نعجة ولا 200 نعجة ولا 150، راه بزاف يعني، غير غتولي مفرط فيها، وحتى الولادة ما كتبقاش تولد شي ولادة مزيانة، ما كتبقاش تشد. المهم نبداو. انت كمبتدئ تدخل سيدي للسوق، اول حاجة كنقولو الخط الزمني لعمر النعجة هو هذا. من كتكون صغيرة ممكن تكون عندها 6 سنة، يعني خروفة باقا صغيرة عاد زايدة، ما بين 5 ايام حتى 10 ايام. من كتفوت 10 ايام كما كتشوفوا في الصورة، كيبداو الدراسة يطلعوا بطريقة متساوية ليهم اسنان الحليب، كلشي كيطلع 2 4 6 8 ديال السنان كتسمى، هادو هما السنان الاصليين ديالها، كتبقى هي محتفظة بيهم حتى نقولوا 12 حتى 15 شهر، كتبقى كتسمى سنان الحليب. يعني هذا هو اول عمر كاين دابا بالنسبة لاي واحد دخل السوق، ما يشوف سنان متساويين، يعني هذا هما الصغارين في السوق. الفرق بين وحدة باقة صغيرة وكبيرة، يعني هما نفس الدراسة ولكن كينمو شوية وكيطلعو غير شوية، يعني بين وحدة عندها شهر وواحدة عندها 10 شهور، كتلقى وحدة عندها طويل شوية الدراس ديالها. المهم منين كتوصل ما بين 12 حتى 15 شهر، كطيح داك جوج درسات اللي في الوسط كما شفتو في الصورة اللي قبل، كيكونوا صغار يعني نفس تقدد الاخرين، كيطيحوا وكيطلعوا في بلاصتهم جوج كبار. هذه كتسمى تنية، يعني كتكون فاتت عام ولا عام شهرين عام وثلاث شهور على حساب النعجة، هذه كتسمى تنية. كتبقى سيديها كتنية حتى كتوصل ل24 شهر حتى ل26 شهر. منين كتعدى عامين في العمر ديالها كتولي رباعية. شنو المعنى ديال رباعية؟ رباعية هي داك 4 الدرسات اللي القدام كيوليو هما اللي كبار، يعني كيزيدو يطيحو جوج وكيطلعو جوج، كيبدا يبان لك 4 كبار كما كتشوفوا في الصورة، هذيك هي رباعية. وكتبقى هكا رباعية حتى كتوصل السن ديال 3 سنين، يعني 36 شهر، هنا النعجة عاود ولات رباعية. دابا ندوزو للمرحلة اللي موراها، كتسمى سداسية كما كتشوفوا في الصورة، كيوليو 6 الدرسات كبار، يعني كيزيدو يطيحو جوج اخرين حدا داك 4 اللي كانوا كبار، وكيطلعو 6 كبار، هنا كتولي سميتها سداسية، كتكون بدات تكبر في العمر، يعني 6 سنات كبار وجوج اللي في الجناب صغار. مور هاد السن يعني فاش كتفوت واحد 5 سنين نقولو، هنا اسيدي كتولي جامعة. الجامعة هي المرحلة الأخرى، كاين الجمع الصغير، يعني صافي كيوليو السنان كلهم كبار متساويين. الفرق بين هادي وبين داك الصغيرة، يعني داك الصغيرة كيكون سنانها باقين صغار، هذا هو الفرق. وكل ما كبرت النعجة يعني كاين الجمع الصغير اللي هو هذا في الاول، موراها كيبقى يكبروا يكبروا يكبروا، كيوصلوا واحد المرحله. انا نقول لكم دابا هذه المرحله كما كتشوفوا في الصوره، هنا بداو يريبوا سنان، كيبقى يريبوا سنه بسنه، يعني هنا كتكون وصلت واحد 7 سنين 8 سنين 9 سنين، يعني هذا السن كبير بزاف، ما كيصلح لا تشريه لا تساومه، يعني واخا يغروا في هاد السن باش كيبيعوه، كيديروا حداه شي حولي صغير ولا شي نعجه صغيره، وكيبغى يبيعوه لك على اساس الام ديالو، هي كتكون صافي عيات، ما بقات لا تولد لا والو. انت كمبتدئ كتقول صافي راه هوتا، وكتبان لك النعجه كبيره ووافيه ورخيصه، دايره بواحد 1500 درهم ولا 1600 مع ولدها، كتقول صافي هادي هي الهوتا، هي غير ملصقه فيه باش يبيعوها لك وصافي على وجه داك الصغير. نتمنى يكون هذا الفيديو نفعكم، وبالنسبة
بالنسبة للتقلاب في السوق، تقلاب دخل قلب نعجة بنعجة، جرب كل وحدة عندك، ما تخليش السمسار يجبد اللي يبغى، حيت الا حس بيك مبتدئ شنو غيقول لك؟ يقول لك اجي نوريك غير تبني، يجبد لك ثلاثة عندهم غير داك جوج سنان كبار في الوسط، يقول لك ها هما تني، يقول لك شنو باغي تزيد، كيجبد لك اخر حتى كدوخ صافي، كتكون هادي سلعة مزيانة. وانت ما عارفش في التفاصيل ديال الدراسة مزيان. المهم نتمنى هاد الفيديو تبقاو تشوفوا فيه مزيان باش تشدوا الحرفة مزيان، باش نهار تدخلوا تعزلوا راسكم، ونتمنى ليكم فرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.